لا أخفيكم بأن التسمية قراءة في مسار الانتفاضات كان العنوان الأول هو قراءة في مسار الثورات. الأخوان في لجنة الثقافة والإعلام قالوا هل هي فعلا ما زالت ثورات؟ أنا طبعا أفهم المعنى والمغزى بأن المفهومين قد يكون لهم مدلولات مختلفة. الثورة فعلا بعض الثورات طرحت أهداف للتغيير الكامل والشامل، وبعض الحراك الجماهيري طرح مجرد مطلب إجراء إصلاحات دستورية ديمقراطية. لذلك ممكن أن أستخدم هذا المفهوم عندما أذهب إلى الساحات المتواضعة في مطالبها. وستأتي طبعا في الورقة أحيانا أستخدم الثورة وأحيانا أستخدم الانتفاضة، فأنا أعول حقيقة على المستمع الأخوان الحضور بأنهم يستطيعون أن يضعوا المفهومين ضمن سياقهما بالمعنى الذي يقرؤونه. الملاحظة الثالثة، أنا هنا لا أستطيع أن أتناول كل الانتفاضات في هذه العجالة وفي هذه الجلسة، لذلك سأتحدث بشكل عام عن الانتفاضات والثورات، لن أدخل في تحديد ثورة أو انتفاضة معينة. ولكن بالتأكيد هناك مشتركات ما بين هذه الانتفاضات والحركات الجماهيرية في كل الدول العربية التي تفجرت فيها، وهناك تأثير متبادل بدون شك. ولكن أيضا إضافة لهذه القواسم المشتركات هناك أيضا اختلافات. الاختلافات هذه ترجع بالأساس إلى التكوين التاريخي والسياسي والاجتماعي والثقافي لهذا القطر أو ذاك. الملاحظة الرابعة، النقطة الرابعة والأخيرة تتعلق بالورقة نفسها. أنا قسمت الحقيقة هذه الورقة إلى خلينا نقول ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول يتحدث عن بعض الحقائق التي تأتي لابد، ونحن نقرأ الساحات لابد من الإشارة إلى عدد من الحقائق. المحور الآخر هي النواقص والثغرات التي شابت الحراك الجماهيري في هذه الساحة أو تلك، ولكن أيضا بشكل عام. المحور الثالث والأخير من شقين، شق يتعلق بالأنظمة السياسية وآخر يتعلق بالمعارضات السياسية. فتسمحوا لي أن أتناول، وأرجو أن لا أطيل عليكم، وتسمحوا لي فقط بثلث ساعة أو 25 دقيقة من وقتكم الكريم. في كل عام في مثل هذا الوقت تكثر الكتابات والتحليلات التي تتناول مسار الثورات والانتفاضات الشعبية التي شهدتها بعض العواصم العربية، والوضع الذي وصلت إليه حيث تأكد فشل معظم هذه الانتفاضات في إنجاز عملية التحول الديمقراطي الذي يحقق تطلعات الناس خاصة الشباب الذين تصدوا لتلك التظاهرات المليونية الحاشدة في هذه العاصمة أو تلك. من هنا تأتي هذه القراءات المختلفة لهذه الثورات ومحاولة بناء استنتاجات محددة ورسم سيناريوهات معينة لمستقبل بلدان هذه الانتفاضات على ضوء المعطيات السياسية والاجتماعية والأمنية التي أفرزتها هذه التحركات والمحطات التي توقفت عندها في هذا البلد العربي أو ذاك. وما لا شك فيه إن كل المعطيات والوقائع على الأرض تؤكد وبشكل قاطع لا لبس فيه بأن كل الثورات عدا الثورة التونسية قد أخفقت في الوصول إلى أهدافها أو تحقيق بعض شعاراتها التي طالبت بها ورفعتها الجماهير الثائرة في الميادين والشوارع.
وذلك يرجع إلى أسباب عديدة سوف نأتي على ذكر بعضها في سياق حديثنا، ولكن السبب الرئيس في تقديرنا يعود إلى حجم العنف الأمني الكبير الذي واجهته هذه الانتفاضات، ومن ثم لجوء بعضها إلى العنف وإلى العسكرة، مما سهل اختراقها من جانب بعض القوى المسلحة والمتطرفة، بل وبعض القوى الإرهابية التي تمكنت من سرقة هذه الثورات والانحراف بها عن أهدافها الوطنية وإشعال نار الفتن والحروب الأهلية ذات الطابع المذهبي والطائفي، مما سهل فتح الأبواب مشرعة للتدخلات الخارجية التي عمقت الحروب وضاعفت من مأزق هذه الانتفاضات، وأثارت العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة التحركات الشعبية، ما إذا كانت فعلا من صناعة الشعوب أم هي صناعة خارجية مفروضة، بينما هي في الواقع ووفق قناعتنا التامة التي لا يداخلها أي شك بأن هذه الانتفاضات قد بدأت كتحرك شعبي أصيل دون أي تأثير خارجي، وإن القوى الدولية والإقليمية قد تكون تفاجأت بقوة وزخم هذه التحركات الشعبية وعملت على توظيفها بما يخدم مصالحها وأهدافها الاستراتيجية في المنطقة، الأمر الذي جعلها تتدخل بأشكال مختلفة، وإن هذا التدخل ربما قد شكل أحد أهم أسباب فشل هذه الثورات أو الانتفاضات، حتى بلغت اليوم أسوأ محطاتها وانحدرت إلى مستوى أضاع معه كل الأحلام والوعود ببناء نظم سياسية ديمقراطية، وتراجعت كل الشعارات والأهداف وتعاظمت الكلف والتضحيات. في هذه الورقة سوف نحاول تسليط الضوء على بعض أهم ما كشفه مسار هذه الانتفاضات من نواقص وثغرات قادت إلى هذا الإخفاق المريع الذي بلغته، وسوف نحاول قدر ما تسمح به هذه المساحة والوقت من قراءة موضوعية، ولكن قبل الشروع في ذلك نرى من الضروري الإشارة إلى عدد من الحقائق المهمة التي تستدعيها مثل هذه القراءة. أولا، ليس هناك أي خلاف بأن الانتفاضات التي اجتاحت الساحات العربية وبتأثير متبادل بينها تمثل ظاهرة اجتماعية تشترك في وحدة أسباب انطلاقها، فقد تحركت الجماهير على نطاق واسع وغير مسبوق ضد أنظمة مستبدة وفاسدة، ورغم هذه الحقيقة فإنه من الصعب الحديث عن هذه التحركات وكأنها شيء واحد أو التعامل معها على أنها ظاهرة واحدة، حيث من المؤكد أن لكل انتفاضة خصوصيتها، مما يجعل منها ظاهرة اجتماعية خاصة بهذا القطر أو ذاك، ومرتبطة بالتكوين التاريخي والاجتماعي والسياسي في هذه الأقطار، وهو ما يعني أننا أمام ظواهر اجتماعية متعددة حتمت تعدد واختلاف آليات الصراع وأساليبه في مواجهة الأنظمة في هذه الدولة أو تلك. من هنا يمكن لنا فهم الاستثناء الذي حظيت به الثورة التونسية من بين الثورات في كل من مصر وسوريا واليمن وليبيا وانتفاضة البحرين أيضا، وعليه فإن أي قراءة تتصف بالتعميم تحمل الكثير من التضليل، لأنها تتجاهل الكثير من التفاصيل وتتغافل عن العديد من الفروقات بين هذه الثورات. الحقيقة الثانية، إن جميع الانتفاضات وفي عموم الساحات العربية قد تعرضت إلى عملية طعن وتشويه في أهدافها وتخوين قادتها والزج بهم في نهاية المطاف في السجون والمنافي، إضافة إلى تعمد وصف هذه الانتفاضات بالعديد من النعوت والأوصاف السيئة مثل اتهامها بالطائفية أو الإرهاب، وإنها تحمل أجندات خارجية تستهدف إسقاط الدولة وتدمير مؤسساتها. وخلف كل هذه التهم والطعون يقف خطاب سياسي وإعلامي حاضر ومؤثر في قلب الحقائق وممارسة التضليل، إضافة إلى جوقة من المنتفعين من الأوضاع القائمة ومن المحرضين على القادة السياسيين المعارضين والنشطاء الحقوقيين العاملين في مجال حقوق الإنسان.
الحقيقة الثالثة، لم يعد هناك أي مجال لإخفاء أو إنكار حقيقة أن هناك أطراف إقليمية ودولية لعبت ولا زالت أدوارا بالغة التأثير والخطورة في مسار هذه الثورات والانتفاضات وما خلفته من تداعيات في مختلف الدول العربية، ومن خلال تدخلاتها المباشرة وغير المباشرة وتقديمها أشكال مختلفة من الدعم المادي والسياسي والإعلامي، قد استطاعت التغيير في موازين القوى بين أطراف الصراع، وساهمت بذلك في حسم الكثير من محطات هذا الصراع وتغليب المواجهة السياسية والعسكرية لصالح هذا الطرف أو ذاك. ولم يعد خافيا أن هذا الدور التي تمارسه القوى الإقليمية والدولية مسؤول إلى حد كبير عن إجهاض هذه الانتفاضات وعن إحداث الفوضى والخراب في الدول وتدمير كل مظاهر الحياة فيها، وفي بعض الدول هي مسؤولة إلى جانب قوى الثورة المضادة عن إعادة إنتاج أنظمة الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي. الحقيقة الرابعة هي أنه مع دخول الثورات والانتفاضات عامها السابع، هناك صعوبة في تحديد المسارات المستقبلية لهذه الثورات، خاصة مع تعاظم دور القوى الخارجية فيها. وبات من المؤكد أن الاهتمام الشعبي بالشعارات والأهداف التي نادت بها في بداية انطلاقاتها قد تراجع على نحو لافت، خاصة في العامين الأخيرين، لصالح اهتمامات أخرى باتت تمثل أولوية للناس بعد ضيق سبل العيش وصعوبة الأوضاع المعيشية والحياتية في هذه الدول، إضافة إلى فقدان الأمن والاستقرار وتفشي وتمدد ظاهرة الإرهاب المرعبة والتطرف والعنف، مما أفقد الناس القدرة أو الطاقة على الصبر والتحمل. والواقع أن هذا المسار المتغير الذي اتخذته كل هذه الثورات قد دفع بعض المحللين والمراقبين خاصة في الدول الغربية إلى استنتاجات مخلة ومضللة من قبيل الادعاء بصعوبة تعايش الشعوب العربية أو الثقافة العربية مع قيم وآليات الديمقراطية. وهذه النقطة والحقيقة تأخذنا مباشرة إلى الحقيقة الخامسة والأخيرة، وهي دور النخب من المثقفين والمفكرين في هذه الانتفاضات، وهو ما كشف عنه للأسف أنه هو دورا هامشيا، بل هناك من لم يتردد في توجيه الاتهام إلى هذه النخب في إفساد الانتفاضات لانعدام جرأتها وأخفاقها في التعاطي مع الأحداث وتركها الساحة خوفا أو يأسا، بينما كان منتظرا من هؤلاء المثقفين والمفكرين أن يلعبوا دورا أساسيا في التغيير وفي صياغة رؤية وطنية وحضارية شاملة تكون عناوينها العدالة والحرية والتقدم والدولة المدنية والدستورية والمساواة والمواطنة، وهي ذات الأهداف والشعارات التي رفعتها الحراكات الجماهيرية. لذلك لا يوجد هناك أي تفسير لهذا الإرباك الذي وقع فيه هؤلاء المثقفون وهم يشاهدون تفتت المجتمعات العربية إلى عصبيات ما قبل الوطنية وارتكاس الدولة إلى ما قبل الدولة القطرية وانفجار الأصولية واستشراء التخلف وتفاقم الاستبداد وغياب أي رؤية أو فكر سياسية أو فكرية وغياب أي خطاب سياسي متزن لمواجهة هذه الأحداث. حصل كل ذلك لأن هذه النخب قررت الوقوف على التل كما يقولون أو كما يقال، ومتابعة الأحداث من عن بعد دون المشاركة أو التأثير فيها. بعد هذا الاستعراض لهذه الملاحظات دعونا ننتقل إلى تشخيص عدد من النواقص والثغرات التي شابت التحركات الجماهيرية والتي يمكن اعتبارها أهم الأسباب وراء إخفاقاتها. أولا، غياب الرؤية أو التصور الواضح لدى القوى السياسية المعارضة لما يمكن أن يحدث بعد هذه الانتفاضات والنجاح في الوصول إلى عتبة التغيير وبدء عملية الإصلاح. وبعض القوى التي قادت الحراك الجماهيري قد اختزلت عملية التحول الديمقراطي في مسألة الانتخابات أو ما يعرف بديمقراطية الصندوق فقط، دون الالتفات إلى القضايا أو الملفات الأخرى، وهو ما يؤكد أن هذه القوى وخاصة الشبابية منها التي تصدرت وأشعلت هذه الانتفاضات لم تدرك الإرث الهائل
من المشكلات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تسببت بها الأنظمة السياسية المستبدة. من هنا كان عجزها الواضح في طريقة التعامل مع الانقسامات المحورية التي تعاني منها المجتمعات العربية، وهي كما نعرف مجتمعات تتصف بالتعدد وتنوع مكوناتها. وبدون شك فإن الفشل في التعاطي مع هذا الواقع برؤية وطنية موحدة قد أدى إلى انزلاقات خطيرة في مسار هذه الانتفاضات، وفي بعض الساحات نشبت صراعات أهلية وحروب طائفية مزقت هذه المجتمعات وضربت أسس الدولة دون أن نغفل بالطبع دور ومساهمة الأنظمة في هذا الخراب عندما عملت على التلاعب في العلاقات بين مكونات المجتمع وحاولت توظيف الخلافات السياسية والمذهبية في تشويه صورة هذه الانتفاضات وإجهاضها. ثانيا، رغم مشروعية التحركات الجماهيرية في جوانبها الشعبية والسياسية والأخلاقية، ورغم نبل أهدافها وشعاراتها الداعية إلى الحرية والعدالة، إلا أن اختراق صفوفها من بعض قوى المشكوك في إيمانها أصلا وقناعتها بالديمقراطية أو احترامها لحقوق الإنسان قد مثل ثغرة كبيرة أربكت مسار هذه الانتفاضات، وقد تحول هذا الإرباك إلى انحراف خطير بل إلى كارثة عندما دخلت القوى الإرهابية بفكرها الظلامي وأسلوبها الوحشي في صفوف هذه الثورات واستطاعت سرقتها وتقديم صورة مشوهة عنها من خلال ما ارتكبته من عمليات قتل وحرق وأحداث الفوضى والدمار في هذه الدول، ناهيك عن دورها في إيقاظ العصبيات الطائفية والمذهبية التي مزقت الوحدة الوطنية. وقد ساهم هذا الوضع بدون شك في تقديم خدمة جليلة للأنظمة لضرب التحركات والتنكيل بقادتها وبالمشاركين فيها من القوى السياسية تحت غطاء محاربة الإرهاب. ثالثا، رغم كل العقبات والتحديات التي واجهت هذه الثورات والتي قد تكون في تعثر مساراتها أو الحد من قوة زخمها وإعاقة تطورها الطبيعي، إلا أن التحدي الأساس في تقديرنا والذي مثل خطورة كبيرة عليها هو ضيق المساحة الوطنية التي تتحرك عليها ورفعها بعض الشعارات الفئوية وبعض المطالب ذات البعد الطائفي والمذهبي، وهو ما يعني انعدام الرؤية السياسية الوطنية الشاملة الذي خلف نتائج سلبية أساءت إلى الحراك الشعبي وساهمت في خلط الأوراق وبالتالي تحميل هذه الثورات مسؤولية الانقسامات الطائفية والعرقية، بينما الواقع يكشف كما قلنا المسؤولية التاريخية والأخلاقية للأنظمة في الاحتراب الأهلي وفي التمزق الاجتماعي. رابعا، من الأخطاء والثغرات التي وقعت فيها هذه الثورات منازلة الأنظمة القمعية في ميادين قوتها والتي تتمتع فيها بالتفوق التام، ونعني بها المنازلة العنفية والعسكرية عوضا عن مواجهتها في ميادين الرأي والموقف والحراك السلمي. فاللجوء إلى العسكرة أو العنف يعتبر من أكثر الأخطاء التي ضربت الانتفاضات في مقتل، وجلبت لها وإلى بلدانها والناس جميعا الكثير من المعاناة، وتسببت في تضحيات باهظة ومكلفة كان يمكن تحاشيها، خاصة وقد رأينا كيف تمادت هذه الأنظمة في قمعها وبلغت قمة طغيانها وجبروتها في تعاطيها مع الانتفاضات. خامسا، نظرا إلى عجز وقصور بعض القوى السياسية المعارضة عن إدارة الصراع مع الأنظمة، خاصة مع دخول نفق العسكرة، فقد عولت هذه القوى على الدول الخارجية في دعمها وحسم صراعها مع الأنظمة التي ثارت عليها، وكان ذلك إيدانا بتدويل الصراع وتقريب نهايتها، لأن مثل هذا القرار الخطير عدا كونه يضر بالصورة الوطنية للتحركات الجماهيرية فإنه يعمل على رهن مواقفها وقراراتها لهذه الدول التي سوف تعمل في نهاية المطاف وفق مصالحها وبما يخدم مشاريعها، بينما كان على القوى السياسية أن تتوجه نحو بناء تيار وطني ديمقراطي يحمل رؤى سياسية وطنية وانتهاج وسائل نضالية أكثر عقلانية تتناسب مع إمكانيات شعوبها، وعدم ترك الثورات والتحركات الجماهيرية تذهب إلى الحد الأقصى
أي إلى المواجهات الأمنية والعسكرية، وترك الأمور تصل إلى ما وصلت إليه من فشل وإخفاق. وكان عليها أيضا أن تفكر وتمضي في سياسات مراكمة الإنجازات والتجارب والشروع في بناء علاقات خارجية تخدم خياراتها أولا واستقلال قرارها الوطني. هذا طبعا عن عدا الأخطاء التي رافقت عملها من ناحية الخطاب السياسي والإعلامي، فقد جعلت بعض المعارضات من نفسها القوة المعارضة الوحيدة التي عليها مواجهة الأنظمة والدخول في مواجهات مع قوى سياسية أخرى، بينما كان عليها أن توسع من هذه الدائرة لتشمل كل من يعارض الخلل السياسي والظلم الاجتماعي القائم ويؤمن بضرورة التحول الديمقراطي السلمي. وكان عليها أن تعي أن التحول السياسي والديمقراطي لا يتم لأن المعارضة تناضل وتريد فقط وتريد ذلك فقط، بل إنما التحول يتم لأن هناك أزمة أساسا في داخل الأنظمة السياسية، والتصدي لها هي مهمة وطنية شاملة لا تقتصر على فئة دون أخرى أو منطقة دون أخرى. النقطة الأخيرة التي نختتم بها السلام حياك الله. كلمة أخيرة نختتم بها هذه الورقة وهي من نقطتين. الأولى، على ما يبدو أن بعض الأنظمة السياسية قد أدركت أن التحول في أي بلد يحتاج إلى شروط مسبقة لا بد من توافرها، أهمها وجود طبقة متوسطة وعلى درجة عالية من العلم، وكذلك وجود نمو اقتصادي يدعم هذه الطبقة ويحول تركيزها من التفكير في الاحتياجات الاقتصادية والحقوقية إلى الحقوق السياسية والاجتماعية. لذلك عملت على سحق هذه الطبقة ونقلها إلى مصاف الفئات المعوزة والفقيرة وإشغالها بضغوطات الحياة وبقوتها اليومي والاكتفاء بالانشغال بالسياسة وليس الاشتغال بها، على رأي القول المأثور. ولكن في كل الأحوال فإن المآل والفشل الذي وصلت إليه الانتفاضات لا يعني بأي حال إطفاء الشرعية على سياسات الأنظمة الاستبدادية الفاسدة المجافية لحركة التاريخ ومنطقه. لقد وضعت هذه الثورات الدول القمعية وجها لوجه أمام مأزق تناقضاتها، ولم يعد في إمكانها الاستمرار في سياساتها بالقوة السافرة والقبضة الأمنية العارية. وآجلا أو عاجلا سوف تشعر هذه الأنظمة حاجتها إلى تلمس أو البحث عن الشرعية من خلال عقد سياسي واجتماعي جديد مع المجتمع، عقد غير قائم على القسر والإكراه. من هنا فإن النخب الحاكمة مطالبة بالتخلي عن بعض أوهامها في استئصال الآخر ومراجعة بعض أخطائها وممارسة قدر من التواضع والإيمان بأن الإصلاح الجاد والمتدرج والشامل الذي لا يستبعد أحد هو طوق النجاة للأقطار والشعوب على حد سواه. أما النقطة الأخيرة هي مسؤولية المعارضة في الدول العربية التي عليها أن لا تكف عن إجراء المراجعات النقدية لمسار الثورات، وكذلك مراجعة بعض رهاناتها وتقديم الرؤى الوطنية الشاملة لتصحيح المسارات وتصويبها ومعالجة كل نواقصها وإخفاقاتها. ولا بد من اتخاذ خطوات جريئة من أجل استرجاع الزخم الوطني لهذه الانتفاضات مع الثبات على المطالب والأهداف الإصلاحية السلمية مثل الحرية والعدالة والكرامة والمواطنة والديمقراطية من خلال عملية الإصلاح. فالمجتمعات العربية بما تعانيه من تحديات لا تتحمل التغيرات السريعة والحادة ولا تحتمل الصراعات والاستقطابات التي فيها فناء الجميع، ولا بد من تجاوز الانتماءات الضيقة وممارسة نوع من العقلانية والاستعداد لتقديم بعض التنازلات الصعبة. وشكرا جزيلا.